بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نكمل يا اخوانا درسنا مع المنيو ستريب او القوائم المنسدلة. درسنا بفضل الله الدرس اللي فات اضيف بالطريقة دي. ممكن طبعا تضيف بطريقة هنا، ممكن تقول له ايه edit items كده بالشكل ده اهو، تقدر تضيف من هنا عادي خالص. طبعا في هيبقى في عندك الكومبو بوكس وبيبقى في عندك التكست بوكس، نفس اللي احنا اتكلمنا عنهم الايه الدروس الايه اللي فاتت. جميل، ممكن طبعا تقدر تضيف من هنا تقول له مثلا انا عايز مثلا ايه في، خلي بالك في المينيو ستريب هنا بقى يختلف. ليه؟ لما تضغط على المينيو ستريب دي المينيو بحد ذاتها، انا عايز اضيف فيه في ملف، عايز اضيف خلي بالك في ايه في ملف. تمام اهو بالشكل ده كده، هقول له ايه اضافه، فبالتالي ضاف ايه ها في المينيو ستريب، ضاف فين يا اخوانا في المينيو ستريب. جميل اهو، هقول له مثلا مينيو ستريب واحد، عايز اضيف هنا كومبو بوكس، اقول له اد بالشكل ده كده، فانضاف الايه اهو كده الايه الكومبو بوكس. طيب بفرض ان انا عايز محتاج انقل ده، لاحظ هاخده كده اهو واحطه هنا كده مكان ايه ها ده كده. طيب ولو في كده ممكن، تمام المفروض كده يقف عليه، او برضه مش او ممكن تاخد ده كده تحطه تحت كده مدار اللصق بالشكل ده كده، ده لو عمليه الايه النقل. جميل، كذلك انت ممكن تقدر تضيف هنا زي ما اخذ هنا، خلي بالك برضه في عمليه في هنا في حاجه اسمها ايه يا اخوانا embed in tool strip container. لاحظ في حاجه اسمها tool strip container، هنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد. طيب في حاجه تانية جميله جدا اسمها insert او insert ستاندرد ايتمز، في للايه في للفيجوال ستوديو بيضيف لك الستاندرد ايتمز اللي غالبا بتكون موجوده في اي برنامج. لاحظ اضغط عليها كده، هو ضاف لك تلقائي ايه اهو ها فايل، هو ضافهم لك تلقائي بايقوناتهم باختصاراتهم بكل شيء، دي الستاندرد ايه ايتمز، الستاندرد ايه يا اخوانا ايتمز. تمام، تقدر انت تعدل فيها بقى، يعني فايل خليه ملف وعدل بقى التكست هنا وكل شيء. تمام يا اخوانا، ده اللي انت تقدر تضيف لعمليه ايه الستاندرد ايتمز. طيب في عندنا هنا حاجه اسمها الدوك، يعني هيثبت فين، هي مثبته توب عايز اخليها تحت، يبقى ايه اهو اسف مش تحت كده، تحت هنا كده هتبقى بالشكل ده كده اهو، لاحظ القايمه هنا وتطلع لفوق بالشكل ده كده. تمام، في انت ممكن تغير الايه مكان الدوك الخاص لها، ممكن تخليها هنا، بس خلي بالك هنا بقى لا اما هتكبر لها المساحه كده، او انت ممكن تشتغل بطريقه الايه لو هي تخلي النص ذات نفسه بتاع الملف، مثلا لو احنا اخدنا خليها مثلا ايه فيرتيكال 90 كده او فيرتيكال 270 كده، وتخلي كل الايقونات كده، او تشتغل صور فقط، او تشتغل ايه ها صور فقط. لاحظ هنا هخلي الصوره، خلي بالك الايمج اباف التكست، لاحظ الصوره فوق الايه النص، وخلي النص برضه خليه عادي ايه هوريزونتال بالشكل ده كده، يبقى ده ملف، ده نص كذا، ده نص كذا. يعني لاحظ عندك اكتر من شكل للمنيو ستريب، مش الشكل فقط اللي احنا متعرفين عليه كده، لا ممكن تخليها على الايه ها القوائم اللي جانبيه عادي، او القوائم السفليه ممكن تجيبها ناحيه اليمين عادي اهو، اختصار اختصار هنا. تمام، يعني ايه براحتك اختار اللي انت محتاجه. جميل، ده ببساطه المنيو استريب، واخدنا كده الايه الاشكال بتاعتها اكتر من ايه اكتر من شكل. في عندك هنا الريندر مود، لو انت اخترت السيستم لاحظ ادالك نفس الايه ها السيستم اللي انا شغال عليه كده، لاحظ ادالك نفس الايه السيستم. طيب خلينا احنا نشتغل بالايه بالوضع الطبيعي بتاعها، خليها توب كده. لاحظ ده الريندر بالنسبه يا اخوانا للسيستم اهو، اول ما اضغط هنا لاحظ بيبدا يجيب لك ايه ها شكل السيستم. في الشكل الثاني او الثالث اللي هو البسيط خالص
اللي هو الايه البروفيشنال، لاحظ بيظهرها لك على شكل ايه يعني متقدم شويه، في اللي هو العادي المانجر ريندر ايه مود. في هنا الجريد ستايل، في عندك هنا هيدر، لو خليته فيزيبل لاحظ هنا هيظهر لك الايه ها الجريد اهو بالايه، يا طبعا مش هتظهر معاك دلوقتي تمام، اللي هو الجريد اللي هي الايه دي، عشان لو في عندك اكتر من ايه اكتر من واحده انت ممكن تقدر تتعامل معاهم. هنخليها دلوقتي مخفيه اهو الجريد ستايل هيدن، لاحظ اختفت اللي هي النقاط اللي كانت هنا تمام. ده ببساطه معظم الايه اللي احنا هناخده حاليا يدويا، كل ده يدويا، انا الى الان بتعامل يدويا. طيب ما اظنش في يعني ايه كنترولز او اسف بروبرتيز ثانيه ممكن نقدر ناخدها دلوقتي. طبعا زي ما قلنا ممكن نعمل فيها كونتكست منيو، ممكن هنتعامل ان شاء الله مع الاي ام اي مود تمام. في عندك هنا الام دي اي الويندو، لو في ام دي اي ويندو ان شاء الله كده كده هنقف معاها قريب تمام. ده بس يعتبر اللي احنا ايه طبعا فيزيبل، ممكن تبقى اصلا هي فيزيبل في حد ذاتها بالشكل ده كده تمام، ممكن تخليها مرئيه في حاجات معينه وغير مرئيه في حاجات معينه، زي ما ايه زي ما هو واضح طبعا انت ممكن ايه تتعامل معاها بطريقه الايه طبعا تقف عليها تظهر لك في حاله لو هي كانت فولس، لكن ترو خلاص هي كده كده ثابته في الايه في البرنامج. طيب جميل، ده معظم اللي اتقال الى الان في الايه يا اخوانا في المنيو بالشكل ده كده في الايه في المنيو ستريب. طيب ببساطه لو انا احتجت ان انا اضيف وقت التشغيل بقى، خلي بالك ان انا هضيف ايه وقت التشغيل، امسح ده لاخر اقف على واحد اقول له لا اما، خلي بالك هنا حتى في الكليك يمين، طب كويس في الكليك يمين هنا ممكن تعدل، يعني هنا ايه اهو ممكن تقول له ايه في على التولز ممكن تقول له سيت ايمج للتولز، اختار الصوره دي مثلا، لاحظ التولز التولز خد ايمج. طيب وممكن تقول له انا عايز تشيكد، هو يبقى معمول تشيكد، هو تم اختياره ايه شغل كده، هتلاقي هو اصلا هو تشيكد بالايه في الاول كده تمام بالشكل ده. طب هو لسه ما ظهرش اصلا يعني، هو حتى مش تشيكد ولا حاجه. طيب نشيل التشيكد تاني، هنا عايز تحولها كونفرت لايه مثلا لكومبو بوكس، لاحظ اتحول لايه لكومبو بوكس بالشكل ده اهو اهو تمام، فكل الايه ها الايكونز اللي كانت فيه اختفت تمام اهو خلاص اتحذف، عملت تراجع ما رضاش يعمل تراجع. طيب هنا انزرت لو انت عايز تدرك حاجه قبلها، يعني مثلا عايز تحرير ها هقول له انزرت، انزرت مثلا منيو ايتم عادي لاحظ قبلها تمام، احذفها واحذف البتاع الكبير قوي دي تمام واحذف ده خلاص. ممكن هنا تيجي نكمل برضه هنا الايديت دروب داون ايتمز، الايديت دروب داون ايتمز بتاعته هو، خلي بالك هنا في ايه سبريتور، انت ممكن ايه تجيب ايه يا اخوانا ها سبريتور تمام. طيب هنا الاندو، خلي بالك انا هنا للايه ها للتول للتول اللي هي دي بعمل ايه ها للايه للتول اللي اسمها ايه ها ايديت اللي اسمها يا اخوانا ايديت جميل، في اندو وريدو وكذا. طيب كذلك لو انت جيت للفايل تعمل كليك يمين ايديت دروب داون ايتمز اللي هي الدروب داون بتاعتها هي بس ها وصلت يا اخوانا تمام، ممكن عايز تحذف عايز تضيف عايز تغير اسم تغير بروبرتيز من هنا من الكلام ده عادي. طيب ايه تاني لو انت هتختار هل سيلكت مثلا منيو ستريب ولا فورم، لو انت عايز تختار الفورم او كذا تمام، هنا كات وكوبي هنا ديليت بقى اللي احنا ايه اتكلمنا عنها، لو انت عايز تحذف ايه ديليت او تعلم عليها وديليت من الايه من الكبر. ده كده ببساطه درس النهارده متمم اسف درس ده متمم للدرس اللي فات، هو عباره عن انك خلي بالك عباره عن انك تستخدم المنيو بطريقه يدويه، انت ظبطت المنيو بتاعتك خلاص مش هتعدل فيها تاني. طيب انما عايزين نوصل لمرحله احترافيه بفضل الله بالايه في المنيو، ببساطه هنبدا نتعامل معاها زي ما تعاملنا مع الكونتكست منيو ستريب. طيب المنيو الفرق بينها بقى وبين المنيو ستريب ايه؟ انا لو بفرض ده اللي هناخده الدرس اللي فات بس بمهد اسف الدرس القادم بس بمهد، لو انا هنا عملت سب تمام نيو ده الكونستراكتور بتاعي، طيب قبلها مش هيبقى فيه حاجه اسمها ايه منيو زي ما اتفقنا قبل كده، انا اضيف على المنيو الايه ها ستريب لكن تحتها هيبقى فيه منيو ستريب لان خلاص بالفعل تم الايه ها ده.
من ستريب واحد، لان هي تلقائي بيجيب لك الاسم الافتراضي من ستريب واحد اللي بعدها من ستريب اتنين لحد ما تغير انت اساميهم. طيب خلي بالك هنا من ستريب واحد كل دي البروبرتيز بتاعتها، غير فيها براحتك والفانكشنز والايه وكل شيء غير، وهتلاقي في عندك برضو ايه حاجات مهمه وحاجات جميله جدا غير فيها. طيب بفرض ان انا عايز ابدا اضيف، خلي بالك دوت ايتمز، طيب دوت واحده واحده كده، احنا هنا كنا بنضيف عادي، انا متاكد ان ده هيضيف تحته ايه اللي فيه، انا او بعمل انزرت بعمل في مكان معين عادي، بس هنا الوضع يختلف. كل دي اسمها منيو، كل دي يا اخوانا ها اسمها ايه منيو، هضيف هنا فين؟ ها خلي بالك اصل دي قايمه اصلا، ودي قايمه ودي قايمه ودي قايمه ودي قايمه، هضيف انا فين بقى؟ ده اللي ان شاء الله هنبدا نتكلم عنه الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.